سلام بنات ودراري، كيف داري؟ لاباس عليكم؟ مكتوب بخير. كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم البنات غادي نشارك معكم التحليه بفلون ديال الفريز. كتجي البنات هائله بالفواكه، كتجي البنات لذيذه ومنعشه، كتجي البنات لذيذه. تبعوا معايا البنات الفيديو حتى الاخر، ولا تنساو لي اللايك في هذا الفيديو. بسم الله. اول حاجه دابا غادي نقطع الفواكه. غادي نحتاجوا شويه ديال الفريز وشويه ديال الكيوي وجوج حبات ديال البنان وشويه ديال الخوخ. دابا غادي نقطعهم على شكل مربعات صغار. هنا في الكسرونه غادي نحتاج لتر ديال الحليب، غادي نحتاج جوج ديال الساشيات ديال الفلون ديال الفريز. من بعد ملي خلطت الخليط بالفوي غادي نحتاج واحد معلقه ديال النكهه ديال الفريز. هنا البنات راه مشات ليا المقطع، ضفت 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده، وغادي نحتاج واحد المعلقه ديال النشا. صافي البنات دابا غادي نخلط الخليط، غادي نتوفو فوق النار حتى تطلع ليا الغليان ونطفيو عليها ان شاء الله. وانا غتسلم المول ديال الكيك. دابا غادي نستف دابا الفواكه ديالنا، وانا من بعد ملي استفت دابا الفواكه غادي نضيف دابا الفلون ديالي. من بعد ملي دفت دابا الفلون وخلطت واحد شويه، دابا غادي نغطي بالبلاستيك الغذائي. غادي ندخلو دابا الثلاجه واحد المده ديال 4 ساعات اولا 5 ساعات، ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. وانا من بعد ملي خرجت التحليه ديالتي من الثلاجه من بعد ملي دازت 5 ساعات، صافي غادي نحيد لها نزول لها البلاستيك الغذائي. وانا من بعد ملي خرجتها من المول، دابا غادي نضيف دابا الصوص ديال الفريز. هنا البنات من بعد ملي زينتها بلاصوص ديال الفريز وزوقت بشويه ديال الكركاع وشويه ديال التوت، هذا هو الشكل النهائي ديال التحلي ديالتي ديال اليوم. كنتمنى تعجبكم وتشاركوا مع افراد الاسره ديالكم. كنشكركم سواء البنات سواء الدايرين في القناه ديالتي، كنشكركم على الكومونتيرات وعلى اللايكات الزوينين كتخليو ليا. كنشكركم بزاف بزاف ان شاء الله. حتى فيديو اخر تهلاو ليا فريوسكم. يلا السلام عليكم.